أين هذا عقيل؟ قد جاء ليخطب هندا من خالها جمال الدين الجص الذي كان كفيل هند منذ اتمت صغيرة. نسأل الله لهم التوفيق على بركة الله. إذن نشهدكم أننا سنعقد لعقيل على هند على سنة الله ورسوله. انتظر أيها الفقير، هند ما بها؟ هل تم استئذانه أم لم تستأذن؟ هذا خالك وهند أرملة أخي، فهل هناك من هو أحق أن يرعاها زوجة مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أي سكوتها، والسكوت علامة الرضا كما يقول المصريون. يا هند، هل تقبلين عقيلاً زوجاً على كتاب الله وسنة رسوله؟ لا، ليس العلة فيه، ولكن بشوفه في مقام أخويا. أما وقد جاء الجواب بيناً فلننصرف. كدتما أن توقع بنا في مهلكة، لكن الخطأ خطأي. ما كان يجب علي وأنا من كنت سأعقد النكاح أن أهم بعقده قبل أن أسمع إذن هند شفاهة؟ هذا حقها، لا يصح الزواج دون استئذانها، فماذا نفعل؟ نفعل ذلك ونخالف شرع الله وسنة نبيه ونتبع هوانا؟ أعوذ بالله من الأهواء والبدع.